شباب، وصلنا إلى هذا المثال، حلينا هذا المثال بالمحاضرة السابقة، وقلنا هذا من الأمثلة المهمة وشرحناه بالتفصيل، فأرجو مراجعة الحل، ويا ريت كل واحد من حضراتكم إنه يحل بيده حتى لا يعني يتعلم الحل بشكل صحيح، لأنه هذا من الأسئلة المهمة، وأنا عشرت حقيقي وقلت لكم وين الأهمية وشلون نحل السؤال هذا بالتفصيل. فمطلوب من حضراتكم أنه تحلون السؤال بيديكم وتطلعون النتائج مثل ما موجودة، وطبعا هو بس مجرد تختلف الأرقام أو فد المتطلبات اللي نبهتكم عليها. الآن ننتقل إلى موضوع آخر، يعني طبعا أنتوا يعني نرجع على القانون المهم اللي أخذناه، هو قانون بسيط جدا أخذناه بداية الشابتر، اللي هو قلنا إحنا الأيو هاي دي تساوي اللمدة في الأيج. طبعا هذه اليوزر واحد، يعني نحسب اللمدة اللي هي عدد المكالمات في الساعة الواحدة، والأيتش اللي هي مدة المكالمة، يعني معدل مدة المكالمات، عدد المكالمات على عددهن، مدة المكالمات مجموع المكالمات قصدي على عددهن، فيطلع عندي المعدل، ويطلع عندنا الأيو اللي هي ترافيك انتنسيتي ليوزر واحد. هسه إذا كان عندنا مجموعة من اليوزرز، يعني مجموعة من المستخدمين، نضرب الترافيك انتنسيتي مع اليوزر واحد في عدد اليوزرز، ويطلع عندنا الترافيك انتنسيتي الكلي. الآن هذه ثلاث مجاهيل عندك، إذا نعرف اثنين فيطلع الثالث. فهسه أني إذا عرفت عدد اليوزر والترافيك انتنسيتي مع اليوزر واحد، يطلع عندي الترافيك انتنسيتي الكلي. لكن إذا عرفت الترافيك انتنسيتي الكلي وعندي الترافيك انتنسيتي مع اليوزر واحد، أقدر أطلع اليوزر، عدد اليوزر اللي هو تقسيم اللي هو الترافيك انتنسيتي الكلي على الترافيك انتنسيتي لكل يوزر، فيطلع عندي عدد اليوزر. فهذا راح اطلع طريقة المخطط اللي راح نشوفه في نهاية الشابتر هذا، يعني نهاية الشابتر تقريبا، اللي هو هذا الشكل، هذا الشكل اللي هو يعني المخطط استخدمه لغرض حساب الترافيك الكلي. فعندك هذا المحور، هذا المحور الاكس اكسيز اللي هو يطلع لي الاي اللي هي الترافيك انتنسيتي الكليه، وهذا المحور العمودي اللي هو probability بلوكينج، هذا هو ينطيني اياها، وهذا النمبر اوف ترانك شانل ايضا هو ينطيني اياها. فاني هسه راح احل لكم مثال، شلون نحل المثال، شلون نطلع قيمه الترافيك انتنسيتي الكليه. طبعا يعني الترافيك انتنسيتي اللي يوزر واحد اما يعطيناها بشكل مباشر او احنا نحسبها مثل ما حسبنا بالامثله السابقه. فهسه راح ناخذ هاي المثال، هذا المثال هاو ماني يوزر، يريد عدد اليوزر. شنطانه انطانا البلوكينج بروبابيلتي هي 0.5%، يعني هسه لو نطلعها ايش قد هاي 0.5 على 100، فش يطلع عندي 5 بالالف، يعني 0.005، هذا هو يسمونه بلوكينج بروبابيلتي اللي هي على المحور العمودي، هذه انطينا اياها، والخمسة بالالف اللي هي هاي. زين، وبعد شنطاني نطاني عدد الشانل، نمبر اوف شانل 5، مرة 5 مرة 10، ناخذها بالخمسة شوي لانه اوضح، يعني الرقم يكون اوضح. فهذه النمبر اوف شانل عندك هنا 1 وهنا 2 وهنا 3 وهنا 4 وهنا 5. الان نحل السؤال، انطاني probability of blocking اللي هي 5 بالعشرة بالمية اللي شوفناها بالسؤال، فخمسة بالعشرة تقسيم 100 في صير عندي 5 بالألف. زين، فهسه هذا حددنا هاي 5 بالألف، وبعد شنطانة انطانا عدد الشانل اللي هو هنا، هذا عدد الشانل وهذه probability of blocking، فيا هاي الخمسة، هذه 1 2 3 4 5، فهاي الخمسة. هسه شو نسوي؟ مثل ما تشوفون قدامكم الآن بهذا الرسم، شوف هسه عندي هذا 5 بالألف اللي هي probability of blocking، فنجر خط من عندها على هذا الخط
إلى أن يتقاطع ويا الخط النازل من عدد الشانل نمبر أوف شانل خمسة. هاي الخمسة ننزل وياها وين يتقاطع عندي بالمحور الأفقي فنوقف هنا. هسه ننزل عمود، يعني كان هذا ينزل منحني، هذا ينزل منحني، ما انزل وياه هنا، هنا اتوقف وانزل عمود واشوف من انزل عمود ايش قد يقرا لي هنا الاي اللي هي الترافيك انتنسيتي كلية. هاي تقريبا واحد وواحد او واحد، يعني من يعتبر تقريبا يساوي واحد. فتلاحظ بالحال يعني قال لك انا هسه هذه طلعنا الاي، هسه يقول اني ما دام عندي البلوكينج بروبابيلتي وعندي هاي النمبر اوف شانل، فيقول رحت على البي تشارت اللي هو هذا شفناكم اياه، طلعنا الاي تساوي لنا واحد. هسه الاي تساوي واحد طلعت عندي، والاي تناطيني اياها 0.1 او اني احسبها، فيطلع عندي النمبر اوف يوزر 10. هذا هو الحل، وهذا مثال بسيط بقى، بس ياخذ بدل 5 ياخذها 10. شوي العشرة ما تطلع واضحة لأن عشرة معقدة شوي، ناخذ رقم شوي قليل 5 6 7 3 وهكذا حتى يكون الحل واضح. هذا اللي حد هنا يعني واضح جدا، وهذا الاكزامبل الثاني إعادة للاكزامبل الأول يعني بس بأرقام مختلفة، وهذا يمكن كل واحد من عندكم يحلها. عندنا نيجي موضوع اسمه ترافينج للترانكينج افشنسي، هذا تعريفه بس، هذا تعريفه منا من البداية للنقطة اللي هو شو يقول. يقول عندي it is a measure مقياس لنمبر of user لعدد اليوزر which can be offered particular يعني والتي يمكن الحصول على particular g of s a gradient of surface with a particular configuration of fixed channel. يعني أنا عندي شانل وحصل على فد سيرفيس يعني منتظمة، فيعني هو هذا مقياس اللي السيرفيس المنتظمة يسمونه ترانكينج إفشنسي، فقط هاي تحسبونها. زين نجي على موضوع آخر اللي هو اسمه improving capacity of cellular، يعني شنو الطرق الخاصة ب بتحسين سعة الشبكة. شلون نزيد سعة الشبكة؟ نزيد سعة الشبكة بطريقتين، اما بالسيل سبليتنج. شنو سبليتنج؟ يعني الشبكة الواحدة اقسمها الى عدة شبكات يعني ثانوية، فهذه الغاية من عندها يعني ازيد الكباستي او ازيد السعة. يعني مثل ما تشوفون عندي يعني في مركز مثلا اي مدينة، يعني الصبح ماكو احد والظهر اكو يعني، او المغرب يعني يصير مشتركين كل الشواية. فشون اسيطر على الحالة هذه؟ انه اقسم الخلايا الى خلايا ثانوية حتى ازيد الكفاءة مالتل او ازيد عدد المشتركين. فعندنا هسه هذه خلايا، هذا ما مطلوب الرسم، بس مطلوب الرسم هذا، مطلوب الرسم هذا عندي هنا الرسم. يعني شوف هسه عندي هذه خلايا، فجيت اني جبت ثلاث خلايا داخل هاي ثلاث خلايا بس اصغر. بس لاحظ نقطة مهمة جدا، يعني من اخلي الاي والاف والبي هنا والسي، يعني السي ما اخليها هنا حتى تصير قريبة على هاي السي، يعني راح يصير انترفيرنس تداخل. والاف ايضا ما اخلي القريب على الاف هنا، خليته ابعد ما يمكن من نافه. الاف صار بين هاي الاف وبين هاي الاف الثانية. البي ايضا البي احاول ابعده بين البي هذه والبي الاخرى، شوف هسه اخلي. فلذلك هذه ما تتخلى الحروف يعني عشوائية، لانه الحروف المتشابهة يعني اف وهذا الاف يستخدم نفس الترددات، فصير بيناتهم تداخل. والاي وهاي الاي يصير عندي تداخل لانه مشابه، يعني من اقول حرفه مشابهه يعني الشانلات متشابهه، وبالتالي يصير تداخل عندي. فهذا السلسبلتينك، تحفظون هذا الرسم فقط، ونقول هاي ترسم هاي ثلاثه داخل ثلاثه، بتدير بالك انت من تخلي الحروف هذه يعني تخليها بهذا الشكل، يعني هاي الاي صار بين هاي الاي القديمه
والإيل الإيات القديمة ويصير عندي الإي جديدة، والأف نفس الشيء، هذا الأف يصير يعني بين الأف يعني بين أف وأف، كان هو عندي يتمركز بالنص حتى شنو، لأن احنا نعرف إذا متشابهة معناه يصير بها تداخل بيناتها، فهذه نحاول نبعد عن التداخل. هذا الرسم مطلوب، ويعني أول كلمتين هو السلسبيتينج شلون نسوي. هسه هاي طريقة، أول طريقة يعني طريقة يعني طرق طريقة زيادة الكباستي، زين شلون بالسلسبيتينج، أو الحالة الثانية اللي هو استخدام شنو الدايركشن أو يسمونه السكترينج. هذا السكترينج اللي هو يمكن يستخدمه يعني السلسبيتينج هاي باي شنو يعني السلسبيتينج، طبعا هذه تحفظوها مال السلسبيتينج، هاي خاصة بالسلسبيتينج هذه، زين فهاي تحفظوها. هذه أول نقطة اللي هو شنو ديكريزنج سيل راديو، هاي سلسبيتينج مو سكترينج، فإذا هذه خاصة بالسلسبيتينج تحفظوناها ويا الرسم ذاك، ويا الرسم ذاك، هذا الرسم، هذا الرسم، وهذه الخطوة هذه مطلوبة. يعني شنو تقول أني أزيد يعني أقلل يعني من يعني من الحجم الخلية بس أحافظ الدي على آر، أحافظ على نسبة الدي على آر. شنو الدي على آر؟ هي الدي هي المسافة بين سنتر يعني بين سنتر خلية وسنتر خلية متشابهة، فعندنا المسافة هسه بين هاي الدي وبين هاي الدي، شوف هاي عفوا يعني بين سنتر هاي الخلية وبين سنتر هاي الخلية يسمونه كابيتال دي، وهاي مثل هاي البي وهاي البي، زين سنتر مال هذه والسنتر مال هذه، فهذه اعتبرها اقول عليها هذه يعني السنتر مال الخلية، زين. هسه عندي شنو يقول اني اريد احافظ على نفسي، هسه انا من خليت الاي على الاي يعني هسه هذه او نسبتها الى الراشيو الى الـ الى الراديوس مال الخليه يكون نفسه ما يتغير، زين. فاذا احسب هذه يعني احفظ هذه واحفظ هذه، هذه بفقط هاي مال السلسبيتينج. نجي على السكترينج، السكترينج هو شنو؟ هو يعني اسوي عمليه دايركشن، شلون يعني هسه اني هاي الخليه طبعا عاده احنا بالبث العادي انه عندي يكون عندي البرج يصير بالنص ويبث بجميع الاتجاهات. هسه بالسكتر ايش راح اسوي؟ راح اسوي عمليه دايركشن، يعني شلون عمليه دايركشن؟ يعني اوجه باتجاه معين، فلذلك يصير يعني ورا يعني بعدها يصير عندي ماكو بث، البث باتجاه معين. فهاي ايش راح اسوي؟ راح اقلل من انترفيرنس، انا بدي اقلل من انترفيرنس، شلون اقلل او ازيد السعه؟ انه اقلل من انترفيرنس وبالتالي تزداد السعه بطريقه السيل سكترينج. هذا تحفظون الرسم هذا مال السيل سكترينج، هذا خاف يجيكم، هو هذا الرسم المطلوب، وهذا كل ما موجود بهذا الفصل، واتمنى لكم التوفيق.